الملك فيصل للغة العربية والأدب، موضوعها هذا العام اللغة العربية وتحديات العصر، وفاز بها بالاشتراك الأستاذ الدكتور محمود فهمي حجازي المصري الجنسية، الأستاذ في كلية الآداب جامعة القاهرة. وقد منح الجائزة تقديراً لجهوده العلمية المتميزة في الدرس اللغوي العربي وتشخيصه التحديات التي تواجه اللغة العربية في العصر الحاضر وتنوع نشاطه في نشر اللغة العربية في مؤلفات رائدة وإنشائه عدداً من المعاهد والمؤسسات العلمية المعنية باللغة العربية ونشرها. فيلم قصير يحكي المزيد. الأستاذ الدكتور محمود فهمي حجازي، الأستاذ بكلية الآداب جامعة القاهرة وعضو مجمع اللغة العربية بالقاهرة. ارتبطت بتخصصي منذ 60 عاما واجتهدت في جمع أطرافه، وفي الإضافة إليه وكان لي إنجازات في دول أوروبية مختلفة وفي دول عربية مختلفة، وأنا سعيد بهذا الإنجاز. الشخصية المهمة الأولى في حياتي شخصية الأستاذ الدكتور شوقي ضيف، أهم نقطة تحول وجهت مساري دخولي كلية الآداب بجامعة القاهرة قسم اللغة العربية. كان حلمي أن أكون لنفسي شخصية متميزة وأن أمثل بلدي أو البلاد العربية في المحافل الدولية. أول مؤلفاتي كان مشاركة في معجم ألباني عربي، وآخر مؤلفاتي هي بحوث خاصة بالعربية في العصر الحديث والقضايا المعاصرة. أنصح الجيل الصاعد بأن يكون انتماؤهم إلى وطنهم قوياً. يسرني أن أدعو الأستاذ الدكتور محمود فهمي حجازي لاستلام الجائزة من خادم الحرمين الشريفين وإلقاء كلمته. بسم الله الرحمن الرحيم. خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية يحفظه الله، إنه ليوم كريم في التاريخ أن يلتقي مع خادم الحرمين الشريفين وأصحاب السمو الملكي الأمراء وأصحاب المعالي الوزراء ومديري الجامعات نخبة من العلماء في تخصصات شتى من العالم الإسلامي ومن الغرب، تقديراً لعطائهم في تخصصاتهم على المستوى العالمي. إن الإسلام يدعو إلى العلم، والمملكة العربية السعودية تعيد مجد الحضارة العربية الإسلامية في تكريم العلماء. إن هذه الجائزة التي تحمل اسم طيب الذكر فيصل ابن عبد العزيز رحمه الله رمز عالمي لاحترام العلم والعلماء، ودليل واضح على اهتمام المملكة بأهمية لقاء الحضارات وتكامل المعرفة واحترام العلم بمعناه الشامل لكل التخصصات. ويشرفني أنني عشت هذا اليوم المشهود الذي يعد تتويجاً لعملي على مدى 60 عاماً من أجل العربية، لغة القرآن الكريم والحضارة الإسلامية
وبحث قضاياها المعاصرة في الداخل والخارج. إن قضايا اللغة العربية في العصر الحديث ترتبط بالتنمية في كل المجالات، ومنها استخدام الحرف العربي في التقنيات الحديثة ووضع المصطلحات العلمية والفنية وتعليم العربية لأبناء اللغات الأخرى وإعداد المتخصصين في هذا المجال وصناعة المعاجم الحديثة وإنشاء مراصد للمصطلحات بهدف توحيدها وإتاحتها والاهتمام بدور الإعلام في التنمية اللغوية ودعم مكانة اللغة العربية في العالم المعاصر وفي المنظمات الدولية ودعم الدراسات العربية في الخارج ووضع التخطيط اللغوي المناسب. لقد أنجزت المملكة العربية السعودية في النهضة المعاصرة في كل هذه المجالات، وهي أعمال تذكر فتشكر، وأعددت بحوثاً في عدد من هذه الموضوعات وقدمت الخبرة لعدة دول في العالم من أجل العربية واقعها ومستقبلها. يشرفني أن أكون اليوم بين المكرمين بجائزة الملك فيصل رحمه الله، وأن أشكر شكراً خاصاً سمو الأمير خالد الفيصل يحفظه الله، وأن أشكر لكل العاملين في هذه المؤسسة المرموقة نظامهم الدقيق والموضوعية في البحث والاختيار الجيد لموضوع الجائزة لهذه السنة إلى جانب تخصصات علمية متعددة. وأدعو للمملكة العربية السعودية ولكل أصحاب القرار فيها بالصحة والسعادة والتوفيق ودعم القيم الإسلامية الرفيعة في احترام العلم والعلماء وحوار الحضارات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.